اشتري 10,000 دولار ب5,000 فقط. عصابات وشبكات كبيرة لغسيل الأموال وإعادة قيمة ما نهب من البنوك. ملايين الدولارات نهبت من مناطق الصراع لتصل إلى جيوب العرب في أحد أكبر عمليات النصب والاحتيال، لن تتمكن من إدخاله لأحد البنوك ولإعادة تصريفه. أمامك رحلة طويلة أكثر، ليست مزورة أو سليمة 100%، لكنها لن تشتري لك شيئا إلا من السوق السوداء. الدولار المجمد، القصة الحقيقية. ظهر مصطلح الدولار المجمد لأول مرة خلال حرب الخليج الثانية، فبعدما اجتاح جيش صدام حسين الكويت تمت السيطرة على ملايين الدولارات من البنوك الكويتية، وبهدف منع تداول الدولارات المسروقة تم تجميد أرقامها التسلسلية من قبل أنظمة غربية، ما يمنع تداولها في أي من البنوك بحكم افتقادها لقيمتها الحقيقية في السوق. في الحقيقة الدولار المجمد ليس مزورا إطلاقا، مثله مثل أي دولار آخر، ولا يمكن تفريقه عن الدولار الصحيح، إلا أنه لا يصرف في البنوك، لذلك يضخ بالسوق السوداء بحكم عدم دراية أصحاب الصرافات بتلك الأرقام المجمدة، ما يعني أن عملية النصب والاحتيال عبره قد تكون سهلة للغاية، لكن ليست كل ورقة خضراء يمكن أن تكون دولارا، لذلك فهو مختلف تماما عن الدولار السليم، وعملية شرائه وتداوله قد تكون مشاركة في جريمة غسيل وإعادة تداول تلك الأموال. من أين يصل؟ تتعدد مصادر الدولار المجمد، لكن الأكثر انتشارا في العالم العربي يكون مصدره مناطق الصراع في المنطقة، ووفق محللين فأن ليبيا تعد أبرز المصادر للدولار المجمد. فمع سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا عقب الثورة التي أطاحت به عام 2011، وقع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمرا تنفيذيا بتجميد كل أصول القذافي وعائلته، بالإضافة لكبار الشخصيات في الحكومة الليبية السابقة، ومعهم البنك المركزي وصناديق الثورة السيادية للبلاد، ما أدى لتراكم ملايين الدولارات في الخزينة الليبية. ومع تدهور الأوضاع الأمنية أكثر في البلاد تم تهريبها إلى عدد من الدول العربية ليتم تصريفها بأقل من سعرها الحقيقي، فيما تعود بعض تلك الأموال للبنوك العراقية، وذلك عقب الاجتياح الأمريكي للبلاد عام 2003، حيث تمت سرقة كميات كبيرة من الدولارات من البنوك، والتي بدورها أبلغت واشنطن من أجل تجميدها حتى لا يستفيد أحد من تصريفها أو إدخالها لحسابات بنكية ثانية. بالإضافة لذلك تذكر بعض المواقع المختصة أن بعض تلك الأموال تأتي أيضا من إيران وفنزويلا التي تخضع لعقوبات الإدارة الأمريكية، وتم تجميد حسابات ضخمة لديهم، ما أدى لتراكم كمية كبيرة من الدولارات المجمدة. سماسرة وعصابات. عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تنتشر منشورات لمجهولين كثر يروجون لبيع الدولارات المجمدة. في غالب الأوقات يوضع لها سعر يتراوح بين نصف وثلثي السعر الحقيقي للدولار، بحيث أن كل 100 دولار تباع ب50 أو 70 دولارا فقط. لتصريف الدولار المجمد ينتشر سماسرة مختصون لهذا الغرض في كل من تركيا والأردن والعراق وليبيا وسوريا ودول عربية أخرى يكون فيها النظام الرقابي المالي ضعيفا نوعا ما، ما يسهل عملية تداول تلك العملات والنصب والاحتيال عبرها بسهولة. عاصمة الدولار المجمد. العاصمة التركية إسطنبول تحولت إلى عاصمة الدولار المجمد في العالم، حيث يزدهر فيها بيع تلك الدولارات، وذلك منذ سنوات طويلة، حيث كانت مقراً للأموال العراقية وغيرها من الدول. ومع اندلاع التوتر في ليبيا وتدخل تركيا في المشهد، والتي تحولت إلى حليفة حكومة الوفاق التابعة للإخوان المسلمين، ازدهرت تلك التجارة بقوة في العاصمة التركية، وخصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت
البلاد. وتذكر بعض المصادر من ليبيا أن عقب الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا في العام الحالي والتي أودت إلى انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 9.9% في الربع الثاني من العام وانهيار العملة التركية بشكل كبير، اتجه بعض رجال الأعمال الأتراك لنقل كميات كبيرة من الأموال من ليبيا، لكن تلك الدولارات تم تجميدها قبل وصولها للأراضي التركية، ما حولها لأموال دون قيمة حقيقية لها. وبدلا من ضخها في البنك المركزي التركي، تم ضخها في السوق السوداء لتلقب إسطنبول بذلك بثلاجة أموال ليبيا، ما حولها لسوق مزدهرة بالدولارات الليبية وسط تغاضٍ حكومي كبير عن عمليات البيع والشراء. فهل يتم كل ذلك بإشراف الحكومة التركية؟ أم أنها عاجزة على ضبط تلك التجارات المزدهرة؟